شلونك شو اخبارك؟ صباح الخير يا علي، صباح الخير على حنان، صباح الخير على القلم المبدع الذي مضى قبل قليل من جانبي الصحافة واستوديو صباحكم الرياضي. غازي الشايع هو أستاذنا وحبيبنا. صباح الخير على مشاهدينا في كل مكان، وأكرر صباحك خير يا علي وبركة. سنحلق على ارتفاع الجمال مع مانشة مجموعة من الأحبار المحلية عربية وعالمية، نبدأها بعد الفاصل. صباح الخير، صباح البركة. سنبدأ مع صحيفة الصباح التي تحدثت وقالت: الأول من أيلول المقبل بدء منافسات الكأس، تحديد موعد انطلاق موسم الدوري الكروي الجديد. في ثاني عنوان للصباح: وطن اليد يكثف تحضيراته في بيلاروسيا والعراق في الأولمبيات العالمي بالشطرنج. هذا ما خرجت به الصفحة الأولى من الصباح محليات. وتترى الصباح في صفحتها الثانية نطالع فيها: تحضيرا لملاقاة اتحاد العاصمة الجزائري، الاتحاد العربي يمهل الجوية 7 أيام لإرسال قائمة لاعبيه. سباحو الشرطة يهيمنون على بطولة الأندية. كذلك جاء في الصباح الصفحة الثانية: منتخب الشباب يتفوق على اليد العمانية. وفي ختام دور الكرة الممتاز: حماة الخشبات الثلاث كما يراهم مدربو حراس المرمى. وللصباح تكملة أخرى في صفحة ثالثة منها: دور الكرة بلغة الأرقام وإحصائيات لبرنامج أونسايد بعد تعاقده مع القيثار الخضراء منار طه. أسعى للظهور بمستوى جيد بقميص المنتخب الأولمبي. إدارة نادي الحسين تناقش منهاج فريقها الكروي للموسم المقبل. و21 وساما للطاولة قبل ختام بطولة غرب آسيا. كما جاء في الصباح: 7 فرق في نهائيات شباب العراق بلعبات كرة السلة. مع الوطن القطري نبدأ الأحبار العربية. التقدم مستمر، تركيب 19,000 طن للسطح وضخ المياه في البحيرة باستاد البيت المونديال لكأس العالم 2022. المحترف العراقي أحمد إبراهيم يلتحق بصفوف العرب القطري الخميس المقبل. والشركة والنادي الأرجنتيني كشفا عنه رسميا. القطرية تزين قميص بوكا جونيوز، ومنتخب الطائرة يواجه العراقي بالآسيوية. الجرى العربية السعودية ونطالع فيها صحيفة الأندية ماذا كتبت.
مارتينيو يقدم الجوعي. مارتينيو البرتغالي يقدم اللاعب السعودي الجوعي لجماهيره. الاتحادين السعودي والمصري يحددان المواعيد المقترحة لكأس السوبر السعودي. لاعب مغربي على رادار الشباب، وأخضر الشباب لليد يهزم إيران في البطولة الآسيوية. أعيد هذا العنوان: الاتحادين السعودي والمصري يحددان المواعيد المقترحة لكأس السوبر السعودي والمصري. ونطالع معا صحيفة البيان الإماراتية. تسعة عشرة ميدالية حلم الإمارات في الأسياد. إماراتي يتصدر التصنيف العالمي للدراجات النارية. الجزيرة والنصر السعودي حبايب في مباراة ودية تحضيرية. ونطالع في البيان الإماراتي أخيرا: نادي شباب الأهلي دبي يضم ساحر تانجو دياز. ريال مدريد ينتظر كورتوا ما أن تشيلسي يعثر على حارس مرمى، كتب صحيفة ماركا الإسبانية. أسبوع الحسم للتعاقد مع كورتوا. تحدثت صحيفة الماركا الإسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم بشأن تعاقدات الفريق الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، قائلة: أسبوع الحسم للتعاقد مع كورتوا. الفريق الملكي ريال مدريد ينتظر قدوم البلجيكي عندما يجد تشيلسي حارسه البديل. هذا ويعد بيكفورد هو الأقرب لارتداء قميص تشيلسي حتى يتسنى للريال إنهاء الصفقة لصالحه، وذلك من أجل أن يشارك كورتوا في جزء من فترة الإعداد قبل اللحاق بالسوبر الأوروبي. الأس الإسبانية كتبت هذا اليوم: ريال مدريد يعتمد على بيلا. نعم، الريال قرر الاعتماد على بيلا. تحدثت صحيفة الأس الإسبانية لهذا اليوم بشأن تعاقدات الفريق الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية حاليا، وقالت: بيل أجلاكيتو على أتم الاستعداد، فمن المستبعد قيام الفريق الملكي بتعاقد مع نجم كبير. لذلك قرر ريال مدريد أن يسلم نفسه بين أيدي الولزي بيل، على الرغم من أنه يلعب 53% من عدد الدقائق، إلا أنه يسجل هدف كل 112 دقيقة. اجتماع من أجل ويليان، كتبت الصحافة الإسبانية ألا وهي سبورت. تحدثت صحيفة سبورت الإسبانية عبر غلافها لهذا اليوم بشأن رغبة الفريق الكتالوني بحسم صفقة البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي لصالح البرسا، قائلة: اجتماع من أجل ويليان، وكلاء البرازيلي بالفعل في برشلونة للتفاوض على عملية انتقاله إلى الفريق الكتالوني، لكن تشيلسي لن يجعل الأمور سهلة، لكن البرسا ستحاول بشتى الطرق. أما بشأن الإسباني إنيستا الذي رحل عن صفوف البرسا متجها للدوري الياباني، عنونت الصحف قائلة: جنون في اليابان خلال المباراة الأولى لإنيستا مع فريقه الجديد. الموندو ديبورتيفو الإسبانية. تحدثت صحيفة الموندو الإسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم بشأن رغبة المدير الفني للفريق الكاتالوني فالفيردي بتخفيض عدد الفريق، قائلة: فريق فالفيردي 22 شخصا لاعب. أرنستو فالفيردي يريد فريقا عدده قليل يتمتع بميزة
يريد فريقا عدده قليل يتمتع بميزات تنافسية معتمدا على وجود العديد من شباب لاماسيا، كما أضافت بشأن اللاعب تشيلسي البرازيلي ويليان ولاعب باريس سان جيرمان رابيو، ورغبة الفريق البرشلوني بحسم كلتا الصفقتين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. مع أقلام فرنسا ليكيب حاضرة. لا وقت للعبث. تحركت عناوين الصحف الفرنسية صادرة اليوم في اتجاهات مختلفة محليا ودوليا، وأبرزت صحيفة ليكيب حوارها مع جان ميشيل لاولاس رئيس نادي أولمبيك ليون بعنوان لا وقت للعبث، فيما صلت صحيفة بروفانس الضوء على تعزيز بوناسار ظهير أولمبيك مارسيليا لقائمة الفريق الفرنسي. أما صحيفة لوباريزيان أشارت إلى أن نجوم فرنسا الفائزين بكأس العالم يحتفلون بالإنجاز في هوليود ومنتجع إيبيزا الإسباني. وكريستيانو رونالدو يغيب عن ودية فريقه الجديد مع ريال مدريد. توتو سبورت الإيطالية رسمية، رونالدو يغيب عن مواجهة ريال مدريد. تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي عن أول لقاء ضد ناديه القديم ريال مدريد الإسباني. وأعلن ماسيميليانو أليغري المدير الفني لليوفي قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الصيفية استعدادا للموسم الجديد. وسيغيب دون عن صفوف السيد العجوز لتأخر عودته للتدريبات حتى يوم 30 يوليو تموز الجاري. كما تخلف عن قائمة يوفنتوس لاعبون آخرون شاركوا في مونديال روسيا مثل الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وغونزالو هيغواين وجناح الكولومبي خوان كوادرادو. من ذلك اللاعب الذي صرح اليوم لن ألعب لألمانيا مجددا؟ نعم، أوزيل لن ألعب لألمانيا مجددا، ميرور ستار الإنجليزية. بعد أداء ضعيف في مونديال روسيا وانتقادات كثيرة حول صورته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن اللاعب الألماني مسعود أوزيل اعتزال اللعب على المستوى الدولي، ونشر بيانا طويلا على صفحاته الرسمية بالمواقع الاجتماعية. قال فيه: بحزن بالغ وبعد فترة تفكير طويلة بسبب الأحداث الأخيرة لن ألعب مع ألمانيا على المستوى الدولي مرة أخرى بسبب شعوري بإهانة عنصرية وعدم الاحترام. ومضى لاعب أرسنال الإنجليزي يقول: على غرار العديد من الناس جذور أسلافي تعود إلى أكثر من بلد واحد، بينما نشأت وترعرعت في ألمانيا تملك عائلتي جذور راسخة في تركيا، لدي قلبان أحدهما ألماني والآخر تركي. لا أعتقد أن هنالك قلبان على الصعيد المنطقي، ولكن للعاطفة نسبة وتناسب، نقول قلب واحد ومشاطرة في المحبة. إلى الحبيبين والقلبين حنان وعلي مع التحية. شكرا لك المتميز حيدر نظير، ما شاء الله عليك إبداع وتميز في كل يوم وفي كل حلقة من صباحكم رياضة. شكرا لك حيدر، وشكرا لعلي إسماعيل. مشاهدينا الأحبة.